علاج الخوف، هذا موضوع الحلقة اليوم. أهلا وسهلا أحبائي، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور، وهذا الحلقة رح تكون بث مباشر. رح نتكلم عن موضوع الخوف، عن أسبابه وعن علاجه في نفس الوقت. رح نتكلم أيضا عن بعض أنواع الخوف وليه الناس بتخاف ومن إيه بتخاف. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي، رح تكون سبب بركة لحياتكم. اليوم إذا أنت فعلا مصاب بمرض خوف لأي سبب من الأسباب، أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة ورح تكون سبب شفاء ورح تكون سبب تحرير لحياتك في هذا اليوم. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.